أداء الخدمة الوطنية واجب وطني مقدس يقبل عليه شباب الوطن بشغف وهمة عالية، وهو مصدر فخر واعتزاز تشعر به الأسرة الإماراتية، لسيما رب الأسرة عندما ينتسب أحد أفراد عائلته للخدمة الوطنية ويلتحق بمعسكرات التجنيد والتدريب تلبية لنداء الوطن. عن الخدمة الوطنية نتابع هذا التقرير. تهدف الخدمة الوطنية في الإمارات إلى غرس قيم الولاء والتضحية في نفوس المواطنين لنيل شرف الدفاع عن إنجازات ومكاسب الاتحاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وحماية الوطن وحدوده وموارده ومكاسبه والحفاظ على أمنه واستقراره وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية الاحتياطية. تؤدى الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، واللي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الخدمة الوطنية شرف وطني وواجب شرعي وعلامة من علامات الحب والولاء والانتماء للوطن، وقد جعل الإسلام حب الوطن والانتماء له جزءاً من العقيدة والدفاع عن ترابه واجب مقدس. إن أداء الخدمة الوطنية وسام شرف على صدر كل مواطن مخلص لهذا الوطن الغالي، وللخدمة الوطنية دور هام وفعال في إعداد جيل قادر على الدفاع عن وطنه وقت الحاجة، وكذلك المساهمة في تنمية الوطن تنمية شاملة، كما تسهم الخدمة الوطنية في إعلاء مفهوم الوطن والمواطنة عند الشباب وتغرس فيهم قيمة التضحية بكل غالي ونفيس من أجله. وكذلك تسهم الخدمة الوطنية وهي مصنع الرجال في تنمية مهارات وقدرات الشباب وتغرس فيهم قيم الانتماء والولاء للوطن والذود عنه في مواجهة أي تهديد وتحفيز الطاقات الخلاقة والإبداعية لديهم، بما يسهم في عزة الوطن ورفعته وتقدمه.